أولى رسائلي هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من جدة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين، يسأل ويقول: أصلي بالناس في مسجد صغير بالحي، وأحيانا تقام الصلاة، وهناك من يصلي السنة الراتبة في الصف الثاني، ويبقى خلل في الصف الأول، أي فراغ للمصلي بالصف الثاني، فهل نأمر المأمومين بإتمام الصف الأول وإن كان في ذلك ضرر لذلكم الذي في الصف الثاني ولا يزال يصلي الراتبة، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تسوية الصفوف والعناية بها وإكمال الصف الأول فالأول، فلا يبتدأ صف إلا بعد إكمال الصف الذي قبله، وما دام يوجد في الصف الأول فراغ فإنه يجب سده وإكماله، فإذا تكامل الصف الأول فإنه يبتدأ الصف الثاني، وإذا تكامل الصف الثاني ابتدأ الثالث، وهكذا. هذا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصفوف، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، وكان يغضب إذا رأى خللا في الصفوف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. العناية بالصفوف أمر واجب، ولكن بعض الناس يتساهلون في هذا ولا يعتنون بالصفوف إلا ما شاء الله، وهذا فيه نقص عظيم. وتسوية الصفوف كما جاء في الحديث من تمام الصلاة، وأما من أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يقطع النافلة ويدخل في الصلاة مع الإمام، وإذا كان أمامه متسع في الصف فإنه يتقدم إليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن العلماء من يرى أنه يكمل النافلة التي شرع فيها، يتمها خفيفة ثم يلحق بالإمام، إلا أن يخشى فوت الجماعة فإنه يقطعها، بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولعل الأقرب والله أعلم أنه إن كان في آخر النافلة فإنه يكملها، أما إن كان في أولها وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها، لأن ذلك يفوت عليه وقتا كثيرا لو استمر فيها. أما من لم يدخل في النافلة إلا بعد إقامة الصلاة فهذا محرم ولا تصح نافلته، إنما الكلام في من كان داخلا فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها، أما أن يبتدئ نافلة بعد الإقامة فهذا محرم ولا تصح نافلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.